السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم في قناه بروسوت فيديو. اليوم ده قناه ان شاء الله النهارده شرحنا النهارده عن ازاي تفتح ويدجت مع ويدجت ثانيه او تفتح ويدجت سنويه مع ويدجت رئيسيه بمكتبه بي واي كيو تي في البايثون. اولا كده هي موضوع سهل خالص مش محتاج اي حاجه، يعني ارجوك تراجع على موضوع ازاي تعمل اله حاسبه بلغه برمجه بايثون اللي احنا عملناها في فيديو قبل كده، هتلاقيها على القناه باذن الله. ولو مثلا عندنا ايه اللي احنا هنعمل برنامج هياخد من المستخدم يوزر والباسورد، لو هما مثلا ايه بيساووا ادمن هيطلع له النافذه دي. طبعا انا صممتها قبل كده بالكيوتي ديزاينر فمش محتاج اصممها تاني. هتيجي هنا هتدوس على سيف اس هنا، بتيجي تحفظها. يفضل طبعا ان انت تحفظها في ملف مخصص ليها، انا حفظتها في ملف بروجكت، هم دول الملفين عندي فانا مش محتاج احفظهم تاني، نقفلهم كده. لازم يا جماعه اكون حافظ قبل، يعني لو اسف بقى خلاص انا قفلت الكيوتي ديزاينر، لازم تبقى حافظ الاوبجكت نيم بتاع كل كائن. يعني هتلاقيه كده في الخصائص اسم حاجه الاوبجكت نيم، ده الاسم اللي احنا هنستخدم في الاداه بتاعتها في الكود. هنروح على باور شيل زي ما احنا قلنا برده في موضوع الاله الحاسبه. باور شيل نفتح كده، نستنى شويه، نروح على ديسكتوب بتاعنا، ديسكتوب كنت تكتبها عادي بالسمول عادي مفيش اي مشاكل، سي دي برو جيكت. دخلنا على الملف التالي. دلوقتي نكتب ايه؟ بي واي يو اي سي 4، واخد بالك؟ نكتب اسم الملف بتاعنا، نكتب اللي انت حافظه لوجن دوت يو اي، ده الابتداء بتاع البرنامج بتاع الكيوتي ديزاينر. بعد كده داش او، بعد كده تحفظه بالملف او بالاسم اللي انت عايز ايه تحفظه بيه بس بصيغه البايثون. قالوا له مثلا لوجن دوت بي واي مثلا، وتدوس انتر وتعمل كده برده نفس الحكايه دي برده مع الملف الثاني. بعد ما تحفظهم في نفس المشروع هتلاقيهم كده، ده لوجن وده السكند في نفس الملف في نفس المشروع. هتفتح ملف تاني بايثون، ده اللي احنا هنورث من السكند واللوجن عشان نستخدم الملف ده البرنامج بتاعنا. هو ده الملف بتاع البروجرام، نقفل دي كده. اولا هنستخدم مكتبه البي واي كيوتي 4، بعد كده دوت كيوتي كور، بعد كده فروم بي واي كيوتي دوت جي او اي كيوتي جي او اي امبورت استريك، بعد كده فروم لوجن الملف بتاعنا اللي احنا عملناه اللي احنا حولناه للبايثون من ملف اليو اي، هنعمل منه في امبورت اليو اي فورم زي ما احنا قلنا برده في موضوع الاله الحاسبه انك ازاي تعمل الكلام ده كله. ركز معايا بقى دلوقتي، احنا هنضطر فيها نعمل ايه؟ هنروح كده قوي، ايه اول ويدجت عندك انت هتظهر للمستخدم؟ اللوجن. فانا مثلا هنفتحها كده زي ما هي ما تغيرش فيها اي حاجه، مثلا استنى كده نفتحها بس كده، هتلاقي هنا كلاس اسمه اليو اي اندرسكور فورم، ده اللي احنا هنستخدمه في الكود بتاعنا. ارجوك يا جماعه ارجوك راجع موضوع الاله الحاسبه، لان انا في حاجات كتير قوي معتمد عليها بس عشان اكسب وقت فبتكلم بسرعه، فراجع موضوع الاله الحاسبه هتلاقيه في القناه ان شاء الله ازاي تعمل اله حاسبه بلغه بايثون وتصميمها. هتلاقي هنا يو اي فورم، ده الكلاس اللي احنا بنستخدمه في البرنامج بتاعنا. برده في ملف السكند هتلاقي برضو يو اي فورم، انت هتلاقي يو اي فورم غير 2، هتزود هنا رقم 2، ومع ذلك كل ويدجت، يعني كل ويدجت هتحطها في المشروع بتاعك هتزود عليها مثلا يو اي فورم 3 4 5 كده، عشان بس البرنامج ايه ما يتلخبطش بين اليو اي اندرسكور فورم بين كل ملف وملف، لان كل ملف وملف لنفس اسم الكلاس. نقول فروم لوجن امبورت يو اي اندرسكور فورم، بعد كده فروم سكند امبورت يو اي اندرسكور فورم 2، وامبورت للسيست. ننزل تحت نلاقي اب بتساوي اكيو ابلكيشن سيس دوت ار جي في، سيبك من الكلام ده دلوقتي هشرحه لك في الاخر. نحط اب دوت اي اكس اي اكس اي سي اندرسكور، دي الويدجت الاولانيه بتاعتنا، قصدي الويدجت الثانيه، بعد كده دي الويدجت الاولانيه. احنا برده هناخد ايه؟ هنقول ايه للمستخدم؟ احنا بننزل تحت كده برده بنعرف داله الانت عشان نظهر بتاعتنا الويدجت الاولانيه بتاعتنا، بنوصلها الكيو ويدجت، بعد كده اليو اي اندرسكور فورم. بعد كده بننزل تحت هنلاقي هنا سيلف دوت فورم اندرسكور 2 بتساوي اكس. احنا بنعلن كده عن متغير جديد في الكلاس بتساوي الاكس. طبعا احنا الاكس ده المدخل للكلاس لما بنيجي نستدعيه. الاكس دي هي الفورم بتاعتنا، خدها قاعده كده، الويدجت اللي هتفتحها من ويدجت ورثها للويدجت الرئيسيه. يعني مثلا اللوجن دي هي الفورم الاولانيه، هتفتح منها ايه؟ هتفتح منها الويدجت الثانيه، يبقى انت ورث الكلاس اللي احنا كتبناه ده، طبعا الكلاس الثاني اللي هو بتاع الويدجت الثانيه.
ده بيفتح الويدجت الثانيه بس، احنا بنورثه للويدجت اللي هو هيفتحها للجلوجن، بنورثها بالايه؟ بنورثها بالانت. هنورثها بقى الاكس هنا، فكان نقول سيلف دوت فورم اندرسكور 2 بتساوي اكس عشان نستخدمها بقى في الكود بتاعنا كله في الدوال بقى وكده. بعد كده بنقول سيلف دوت بوش بوش بوتون دوت كليك دوت كونكت، ده ال انا كده مرن عشان اوريك مش دي مرن دي اللوجن دي اللي هي بوش بوتون دي اللوجن بتاعتنا. ولما مثلا نكتب ادمن هشرح لكم كل ده دلوقتي، بس بقول لكم تجربه بس للبرنامج. ادمن ادمن لوجن هيفتح لنا النافذه الاولانيه عادي. طبعا عشان تقفل النافذه دي في داله كده بتخفيها بس مش متذكرها قوي، بدور عليها على النت هتلاقيها مش متذكره قوي تقريبا دوت شو بتديها الفولس تقريبا. مش موضوع دلوقتي، بس احنا بتصدر اتنين ويدجت في نفس الوقت. هنعمل كده داله تحت هنقول لوجن اندرسكور بو دي اختصار البوتون. هنقول لو السيرف دوت لاين ايديت دوت تكست بتساوي الادمن، لو القيمه اللي راجعه من التكست بتاعتها من لاين ايديت بتساوي ادمن، والقيمه اللي راجعه من اللاين ايديت 2 اللي هو الباسورد بتساوي ادمن، نقول له سيلف دوت فورم اندرسكور شو نعمل له سيلف دوت فورم اندرسكور 2 شو. احنا كده بنقول له اعرض لنا النافذه بتاعتنا. تعالى كده نجرب يا رب بس نلاقي كده ايه سيلف. ايوه هي سيلف دوت هايد دي، هي ده يا جماعه، هو ده الامر اللي انا قلت لكم عليه ان هو بيخفي الداله، بيخفي قصدي الويدجت. طبعا السيلف دي عايد على الويدجت اللي احنا فيها، ان هو عشان تستخدم الويدجت لازم تكتب السيلف دي، السيلف دي هي الويدجت وتكتب الداله بتاعتها. تعال كده نعمل ران، مش بس كنت ناسيها، نكتب ادمن تاب ادمن لوجن. زي ما انتم شايفين يا جماعه خفى الويدجت الاولانيه وطلع لنا الويدجت الثانيه دي. اي لاف يو اي لاف يو اتش 410. برضو لو انت حبيت تعمل كذا ويدجت، زي ما انا قلت لك القاعده العامه ان انت اي ويدجت هتفتحها الويدجت اللي انت هتفتحها منها تورثها ليها. يعني مثلا لو احنا هنعمل ويدجت ثانيه هنعمل ويدجت ثالثه قصدي، الويدجت الثانيه فيها زر مثلا اللي هي اي لاف يو اتش 410 دي فيها زر بتفتح ويدجت ثالثه، الثالثه دي هنورثها هنا. هنعمل هنا نفس الخطوات اللي عملناها في اللوجن هنحطها في الانت، بعد كده نستخدمها بنورثها طبعا لمتغير عشان نعرف نستخدمها بعد كده، ونفس الحكايه بنفس التفاصيل وكل حاجه. اتمنى يكون الدرس نال اعجابكم، لو عجب الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط لايك. كلنا ما عجبكش ليه؟ مش دي الطريقه الوحيده على فكره اللي انت تظهر اتنين ويدجت مع بعض، بس انا حبيت يعني ايه الطريقه تبقى سهله وانت مريحه بالنسبه لك تقدر تستوعبها بشكل كويس. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.